الموضوع ويستنين نقاس أموال الضرائب في هولندا بتاريخ 19 زي 6 2021 إجل الموقع قناس inwest.nl إجانج تحقيق مفصل بين قوسين أو هكذا يبدو مع المسمى حليم المذكوري يتدارن في الديار الهولندية. حليم المذكوري سيورد خاص الجاري دايتا على أساس أنه خبير في التطرف. التحقيق هو يغزغس حليم المذكوري ذيج الانتصار انت وذ البراءة من كل التهم ورد الاعتبار يسم الناس ذي الشرف الناس ذي العرض الناس. بالطبع نحاول ذي الموضوع هو أن تورجم النص من الحوار غا إرس انتريفشت باش السنن إريفيا من يمسان مغا لأن الطرف ويكذتو غيتمن غواني تومي قان حالي من المذكورية هو ذو النومي قان فريد أولاد المخزن ومن النافي أكثر من مرة من أكبر الفيروسات الخطيرة إدي الصاص الاحتلال ذي الوسط من الجسد عارفيا. كما أننا نسقسى إيوذان النغني ذي الموضوع هو إيوذان وجين ليك فريد ليك حليم المذكورية باش أديبان ووارغة سرمرخو أذي سيري الحيادية يلموضوع وممش النيغي جانديج الموضوع حساس يستمر 10 تقريبا 10 يسقوسة. طبيعة الحال وجي خبوذ المغرق عزو خلص غاق فريد ممش وجي خبوذ المحامي الدفاع حليم المذكوري نشين قان خذنيتا باش نسن من يمسان اذ ممش يمسا اذ ما يمي يمسا واخ نقاج الترجمة الموضوع هو طبيعة الحال تحقيق ذا زي راية الطاس ولكن نسيد إجن 15 نقطة أذا نختنفع ذي من غد سرم رخ واحد قال جاردة المحكمة الاستناف ذي دينهاخ ثبارة والنوم قان حليم المذكورية. اثنين المذكوري يقابل لي المدير النس أقديم حاول تدميري تخصى ذي وضع ذي الحياتين. ثلاثة بتاريخ 31 زي 7 2014 المذكوري أضيف زجيجن قهوة زي لاهاي وذي جيب النس ذي غاس إجو مغرف ذيس 4000 أورو نتايو يواش وايت أتسبدن الضباط يعني البوليس تتان زيس أذي بد مغا لأن توارن دايس مشتبه جيجن علاقة الأموال يعني خصيت الدولة للمشاريع الاجتماعية واخ وصابعة المذكوري قايل جاردة منيني غير صحيح ويقى كذلك سبدنا يزير خدمات وقنب ذو 2014 زي المنصب الناس يتوغى غاس ذي أميقان فوروم نيخي توسنن البحث في قضايا التعدد الثقافي. خامسا توغى المذكوري يشطن يعني مشغول ذي الملف الشباب يحوذرياني توغى قوان غا سوريا اقتراحنا ذي قنقارا قغزديس انداعيش
وستة المؤسسة يتاع وميوكشين المهمة إذي خدم المذكورية قناص المواطن ودولة القانون ويقابل لي ذوك سقاس نيخو ذي اسم ذي فصل الربيع 2014 تستفد المؤسسة يا 63 ألف أورو ما سبعة ما ثمانية فاريد ولاد الحسن ذنتا تو غاد المسؤول التواصل كومينيكاسيو غاد آخر المؤسسة يا تسعة فاريد تقدمي ثيذ الجاردة يا على أساس أنه مهتم سمى الثقافة الأمازيغية وفهمخ زمرمي فاريد يتهمان يخي الدفاع الهوية الأمازيغية ونشين السن إلى اليسار العروبي المتخلف لها مجيغات انت مفاريد أكبر من يعادي الأمازيغية ذي شهان غوشت يعني ويس عشرة ذي شهان تمنية وكسوكواس 2013 يمسا قاع فاريد ولاد الحسن إقل مذكوري ذي ثندينة الحسيمة تغاصغين الشقق يعني ذي قيش انت الداث في نفس مجسقان العقار نير ذاني تا باش تسنم من يتراح انت التمنيات نضار عيب على اساس قخد من الشباب نثني ذي شفر حيض عاش فاريد تغا يحذج التمنيات الطاس يعاونيث المذكوري ما مش تقع الجاردة سيج المبلغ لا سبيه ويتفقق فاريد ذا استتارة شويت شويت 12 فاريد جيجن وقت الضابط القضائية ذي هولندا ينفى باللي انت غاشان الشقة ذي الحسيماني خذي المغرب ما مشتين انت 13 قال جاردة الشهود العيان اكدن العكس كما ان انويس بونكت انيل طلع سما خارسيبو انتفاقت ذوامان وفين باللي تدهني نعم اقتغاس غفاريد اسجليت خيسم انت مغاثنس وصابعة اشتنقى ناس شادية تسمى رئيسة مؤسسة المواطن ودولة القانون ثقى تليفون إحالي من المذكورية تشكى تسمى زفاريد السلوك الناس وثناسي المذكورية قانش وقي مخبوط تقيخ ذي فاريد قائد ور ذاك الداب ضم قران وثقى سما ثلاثان تنقذين انت ذاك الذاب ويتعيش من منح الدولة التي يسرقها ثنين مناور خطير ثلاثة يوجي اذي اختص عريسي بواث نجم ممسقع تغقينت ذي خودة انكمر تنقيت ويس 15 حليم المذكوري استكتبرت إفاريد يتفكاري في الالتزامات ويقارس قمرة وخطصد في مسرين سيطالب بإرجاع الأموال التي تلقتها المؤسسات مواطن في حالة مرة ويخطشا عريسي بوياث ممسقع يتوجن ذي خودة 16 وميكي صغير تصل المذكورية يسيق ذيثي نخرع فاريد أصيب فاريد بالهلع ويرغى يزدي المذكورين عام 23 زي 6 2014 يقارى السمحيي قنشقي واخد مخشعاتي العالي العمال قغاري المشاكل كثم غادي ثدات وقنشقوا أظن فجاخ أظن قزخ 17 تنقي تم قاروت وميغوق عند المشاكل هذه توعيا الرئيس ذي جديد قناص روب دورتلانت يعني ذي المدير مؤقت لمعهد فوروم زوك سبقاس 2013 إلى غاية ذي بلع على الفورما أوك سبقاس 2015 زوك 2013 2015 يكمر ذاني التحقيق الجاردة ويكمر عارين نسدي الموضوع لكن نشين ويتكمر شا ذاني تا ممش قان ذي التاريخ ذي نجن حاجة قانس المسكوت عنه في التاريخ ذمانيني إغاد سرم رخو طبيعة الحال الحوار هو
يتواجي جنو ويب زايتا وهو جيش الجريدة مش تعتبر زي أكبر اسمه زي نيم غان التصدي هولندا تراها التصي سقسان مثلا ما مش تقع الموقع هو يوضى ذي تحقيق إيك حاليم المذكورية بطبيعة الحال حاليم المذكورية غازدين شوفيرو يوض باش أذيك الحوارة. كذلك المحكمة وثب عريشة حاليم المذكورية ذي القضية ربما ثبارت جيج المسألة لكن جيج موقع النغني قانس خنس تايل مرن يختي نيشان يجل مهم الناس تفتحي شفان أزون دي الملفة دي المحكمة وفين باللي المحكمة ثنا حرفيا ثناس المحكمة إيه المذكورية نشين واش نتبهاريشا واش نتهيمشا مقصد يعني ووراء عاد قدين التحقيق. إذن عن كم مرماني بالتخذيث نقيتوي 17 والنومي قان روب دورتلاند المؤقت يسد التفاسمشان يجي المدير النغني ذاني تابش نازم يجي القوس ضام قران وفي نفس الوقت يجي القوس خطير جدا من يعني سرات مليح أتفهمم في مسرايين ممشي أنت. إذن المدير المؤقت مقان دور لا روب دورتلاند يتفاسم شان يجي المدير قناس صديق هرشاوي نيخ هرشاوي ولكن غالبا لان يورس هولنداش ها يقصح ميست قطر جمايت سقارج اما ذي الحا اما ذي الها ولكن الشينانيني اثنسمى بصديق هرشاوي رضا حدي السنيث مليح زجيت مثلا خيت فاروجن اذن خينين ما هرشاوي مثلها هرشاوي اذا نايث ما دي السمع مسألة خطيرة يا الطاس النيخ باللي المدير ومينا نيخ يخفينا حالي من المذكورية قتو غيعزو غذا يعدج أراد تدميري اطفى سامشان يجي المدير النغني قناس صديق حرشاوي صديق حرشاوية و يشات 8 تيم قرانين زي المنتدى أوانس وزرنخاس يقعس الطارت من تغيتك المدير و تغى مثلا استعمار لاكارت المنتدى يتخطص الزيس في مسرايين شخصية ذاني تنتي الشجو سقسي يسي حاليم المذكورية ذا الجاري ديا إكيشيقين الحوارية يزيرا سيور الدايس كورشي من يقنن غفاريد ذا من يقنن غ المدير المؤقت دورتلاند مشا واتذاذ بالمطلق أم دكر النشي جنران تدشفى ذا مقران متهم باختلاس الأموال المنتدى وخاست السي ورد شابي المطلق واش تزمع ذا السي حليم اذا خطوض حتى مسراشت نشينك يني تبع عن الاحداث هذا مارا من يقنن غال فضاء يحنوم نازو انسن ما يمي ما غا واذا خطني مشا صديق الحرشاوي ما يمي وخاست إذا مشى وخاست السور مشى ما يمي تركز ملا خل المدير المؤقت يقين عامين ما مش تمسع واخ السور دا السي حليم نيخذ المجلة اني كيش يقين الحوار كورشي استمزيانت تمقرانت خفاريد ذا المدير
المؤقت. لكن واتداد ورسيج موار أشفى يوا أمقان صديق الحرشاوي. ربما أي ثمات نخذني تا السنين يوبا السوار وها اتهامج من هذا مضاشفى بدون دليل ولا حجة. لا يثم لا شين وانتهي مراديج نشين وانتهي محد نشين قا كلمة حق. أي بنادم ضشفة ذا خوان الدار يعرف أظن نفضح نفضح فاريد ولاد المخزن لأن ضشفة ذا خوان نيوم جميع المراجع ولأنه يتشكل الخطر خاريف وجهه لأن فاريد ولاد المخزن غاري كيدس حسابات شخصية. لا شوات السينخ وات السينخ من يعنوها وذي ذي الجين وذي ذي خاقن شوي وذي دمي نش سور خاس لأنه يتشكلج الخطر خل القضية الريفية اختار عائلات المختطفين يطف بعض المختطفين من بينهم الصناديد أقاين غاس وقفوس أكما يمي وجي غاس كذي المشكل شخصي نخنش غاكيس مشكل شخصي. لا ولكن في نفس الوقت كلمة حق أتيني خوخذ العدوينو قاقاو نشوى غاري تجي نشوى غاري تجيو من الدكر وغاري تجي رعدو. لكن خمي غاث مسدع الريف نشد رعدو الناش لأن شك ثمس دايي خدني أكي شمس فامخ غير ذلك شغرنش قمين تخصدي الحياة نش. إذن دي الموضوع هو نغو ما تسرم المسكوت عنه قال شو جوزي غدا دفع حالي من المذكوري إلى الجحيم. حالي من المذكوري غجهنم فاريد غجهنم ونش غجهنم كورشي إلى جهنم نشيت هما يعرف ذي الموقفة من ذي الدار نعرف يودانا من كشين يعرف قانشين انتحي قرحق انتحي كثيفت نشين وغاقبو مدوكر وغاقبو رادو يعني باش نيري واضحيني قويوي انكمر اول باش تفهم مكتا بتاريخ 24/5/2011 جريدة الشعب ومقان دي فولكس كرانت. جريدة الشعب فولكس رانت نيخ فولكس كرانت والسينخ اثنان يسن مراسلين يجن قانا سميرين رينجر جون شارل مهم راني غادي اسمه وجهه يا مويت وهذا ملي ان اسم يوراس هولاند كيندي جن المقال قر 2011 24/5 سدو يسم طاقم معهد فوروم يتقي جن تاع الزوث ذي الحاله الماليه للمؤسسه ولا سيما راتب المخرج صديق الحرشاوي ذيو بيتي قال الا عني اختيت صغاري الا عقبت غا الارشيف غا التاريخ 24/5/2011 اتفهم الموضوع حرفيا يجا من تقع. اذا يصير تزيس الموضوع هذا زيرا يصير تزيس اربعة انتنقيدين ترقي التمزواروت من تقع فقابل لي ماني هيئة الاشراف على المنتدى من راتب من تغيع بح الحرشاوي بنحو 50% ذي ستيس قوسا إنقورا هذه يماني أضيوض إلى مبلغ يزيد 542,000 يورو زيك سقاس موارفين وعشرة. اثنين يخدم الحرشاوي 4 أيام ذي سيمانا ذي فورو
إجمواس نغني خدمي الدرايس مجلس التنمية الاجتماعية بلا هاي مقابل إجمالي 33 ألف أورو إوسواس ثنقيت ويسرتا حسب وثائق المنتدى الداخلية فإن صديق الحرشاوي حصل في عام 2006 خجن منفعة خاصة تزيد عن 58 ألف أورو فرقت وصابعة الإدارة كجن التحقيق وصادفوا عدد كبير من الوجبات والإقامات الفندقية الفاخرة دي تاز زوثيقين وفين ديني سما يخطص قطاس الأوتيلات يغران زائد يجيجن دي في دي ذي الطموبين الناس أودي أستا مدفوعة الثمن من فوروم يجا دي في دي يتغسط على الأوتيل ذي التمنيات ستمنيات ان فوروم فوروم هو ذي سيتو غيخدم المذكوري والمذكوري وتغاث ذي المدير الناس ولكن وخز دي السيور شواتي ذي داشا يدادي لا المدير هولندي واه ونتاد المرجع الأول المرجع ويستنين نفس الجاردة دي فولكس كرانت دي تاريخ 25 زي 5 إجنها غواناس وكسوكاس عمر 2011 ثنائي تنقيذين مهمة وفي خطنت دي المقالة إضافة من دنيا تقريبا عاود ناز فقا حرفيا ربعا الموظفين يعتقدون أن الحرشاوي يكسب الكثير من الأموال زفورو وقا يوض 142 ألف دوك سوكاس موار 2010 يعاود دي وورني مع الإقامات الفندقية الفاخرة وإن ذني تخطير يأسس جن الشركة بشكل خاص يجي جن المستشار نس قناس خالد بوثشكوارت مرني غدي اسمه غلط هذا يثود من فرق ويستنين يخفي السور المقالة وانيخ الموضوع يقابل لي من خلال إجابة على استطلاع مجهول الهوية جنيجن أم فغاقا يثقيث المجلس الأعلى للمنتدى أشار الاستطلاع إلى أن التصل الموظفين انتقدا السلوك الحرشاوي خاصة إكثم غارين الموظفات إكخدمن ذي المؤسسة انفورهم ودني نشام النوع سما التصرفات ماذا التحرش ماذا شان حاجات ولكن جينت نثني أمو فازم إذا نايث ماذا يسمع نعم فريد ضشفة وخبيث وذي سيجيشك لكن دانيتا نتسقسى سير حليم المذكوري ذو مدكر الناس ذو من على شاكلته نقارسا من تقدم ما يعرف كنيو غيرتك من وضع دانيتا خثين زع أذمان يومي تسنم سكور شايوم تصغيم ثو ذريم فعظمم الحسابات ذير بانكوات وفيثار سويم الويسكي غران أذمان يايثقي لكن من يابحى الريف ذي ريفيين الزيوم غير اثنين ريفيين بيولوجيين من غن خواجران الدرائب ذي هولندا فضحم على الريف فضحم إريفيين فضحم القضية الريفية إجن وقت غنقا تغن ندحش خوا عربين ذي مغربيين نقارس قد يشفع نقط من غان نهاري التضحي لكني وريفيين بيولوجيين سمى أكثر شرا وخبثا من المغاربة والعرب قوم جار ويثم ذي اسمه شخصيا الوحيد تواريخ في الضحية زمنية ويجيذ حليم المذكورية ويجيذ فاريد ولاد المخزن إنما المتضرر الوحيد نخنين المتضررين
أمزوارو انتفيذ هولندا يتغيعزون أتعاون سما في إطار تنوع الثقافي أتعاون سما القضية الريفية وتغى هولندا ذي جن ملاذ آمن إنشين ذا القضية نعرف بحكم الإنسانية الدولة الهولندية التعاطف نسق القضايا الإنسانية إذا الخاسرة مقرن زمنية هولندا أوانس القضية الريفية لأن معليك وجي مذكني ويشفع نيخوانا إيري نهار هولندا تعاونا نخطاس القضية الريفية ربما اشتق القناة ربما اشتعاون ستمنيات ربما تقذل مشاريع ثقافية ولكن كني ويشفان أي خوانا أيني ويتسدحين تقميد الوضع أخذين زا دعم الريف دعم هولندا دعم حتى الثقة يتغثق هولندا ذي مرة سمى المنظمة هذه المؤسسة الخيرية والإنسانية مغا لأنه كنيو ذي شفان لصوص مجرمون لا ثقة ولا عهد لكم ولا فيكم نوضغن قارو من الموضوع.